قطنكم ياما. ايه ده وحش. اي تي بالعربي يحلل من يتصدر دراما رمضان في مصر. متهيألي في نجم هيأكد نجوميته. صحيت صحيت. باي شوجر. ده شقاوة قديمة. هذا وقت حر. أنا شايف إن الموسم ده سلاح ذو حدين، أولاً إنه أعداد المسلسلات فيه قليلة، فهتتشاف كويس جدا، النجوم هتبقى تحت المجهر. فمع كورونا تغيرت خارطة رمضان لهذا العام، فخلت عدد المسلسلات قليل السنة بالمقارنة مع سنوات أخرى. في نجوم هتقدر تثبت وجودها، ونجوم ممكن تخسر نقاط. من يستطيع أن يجذب الجمهور ويكون مقدم دور يضيف له ودراما جاذبة هيزداد توهج وبريق. ومن هون إيتي بالعربي بيطرح التساؤل، مين من النجوم والأعمال المصرية رح يكونوا بالصدارة هالسنة؟ مين اللي يبقى ابنكم ياما؟ ايه ده وحش. متهيألي في نجم هيأكد نجوميته والشعبية اللي كسبها السنوات اللي فاتت، زي أمير كرارة مثلا، أنا بعتبره أقرب نجم شعبي للجمهور. بترمي يالا اقعد. وهالشعبية وصلت ذروتها بعد دور ضابط الشرطة سليم الأنصاري اللي قدمه أمير في مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة. ودور ضابط الشرطة استمر معه حتى في أعماله السينمائية مثل فيلم حرب كرموز. محدش فينا هيموت النهاردة. وأيضاً برمضان هالسنة رح يضل بنفس الكاركتر مع مسلسل الاختيار، ولكن الفرق إنه حيكون بجسد شخصية حقيقية. الناس دي اسمها تكفيرين، هم إرهابيين ولا مجاهدين؟ الناس دي كفرتنا وإحنا ما كفرناش. أعتقد إن في حالة ترقب لرؤيته، لأنه مسلسل بيتناول بطولة حقيقية للشهيد العقيد أحمد المنسي. والعمل جمع أمير كرارة مع أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وكمان الوجه الجديد اللي برز بمسلسل ممالك النار معتز هشام، وبنشوف معظمهم في برومو المسلسل اللي كان حماسي ومليء بالخطابات العسكرية. واجعلوا شاهدا لنا لا علينا. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن محمد رسول الله. صناع المسلسل كانوا شطار في عمل البرومو اللي بيأهل المشاهد انه هيشوف ملحمة وطنية وبطولة حقيقية. اعتقد ان الدور هيأكد مكانة امير عند الجمهور، واعتقد انه هيتشاف بنسبة كبيرة على مستوى العائلات في رمضان. لكن اذا بدنا نحكي عن المسلسلات اللي بتحضرها كل العيلة، فبالصدارة بيجي الزعيم عادل امام اللي السنة بيقدم اللايت كوميدي بمسلسل فالنتينو. صحيح صحيت. وبيشاركوا من النجوم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وحمدي المرغني، ومجموعه من النجوم الشباب. انت باسم مين؟ انت باسم نور. نور محمد احمد فالنتينو. شفت الواد جرى له ايه؟ ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ اقول حبيبي. وبنفس الطريقة مسلسل سكر زيادة بيطرح حبكته الدرامية في إطار كوميدي، بس هون رح نشوف نادية الجندي ونبيل عبيد اللي بيجتمعوا بعمل واحد لأول مرة. هقعد معاك في أم الفيلا دي غصب عنك. ومع هالثنائي بينضموا هالة فاخر وسميحة أيوب ليكونوا أربع سيدات بيتعرضوا لعملية نصب، وهالأحداث بتاخدهم وتجيبهم بين الضحك والجد والدراما. والله كبرت يا فوزية. أخرس ودورتي. أيوة كده. أنت ليكي هيبة كده غريبة قوي، وأنت من وكلت البلح. أما الدراما الاجتماعية والمشاكل الأسرية فبتطرحها كالعادة يسرى بمسلسل خيانة عهد. جمهور العائلات هيشوف يسرى، لان هي من النجمات اللي بتقدم دراما اجتماعيه لحد ما يعني بتشغل جزء كبير من العائلات في مصر. واذا بدنا نتوجه لجيل الشباب فممكن يكون خيارهم مسلسل النهايه. انا بعت الناس، بعت كل حاجه عشان خاطرك. نجوم الشباب ممكن يشوفوا يوسف الشريف. ومين ضل ما بده يشوف هالعمل بعد هالإعلان اللي قلب السوشيال ميديا، وكان واضح فيه قديش المسلسل تكلفته عالية بعد ما استخدموا تقنيات وصورة جديدة على الدراما العربية. حرب جاية جاية هتقضي على كل أشكال الحياة.
وبيحكي عن حرب تكنولوجية بتصير عام 2120 وبيكون فيها زين اللي بيقدم دور يوسف الشريف أحد أبطالها وبيضطر يخوض حرب مع نفسه بعد ما يلاقي روبوت مستنسخ من شخصيته الحقيقية. أنت مزين؟ أنت مش أبوه؟ لأنك لو ما عملتش حاجة من الاثنين دول أنا اللي هقتلك. والعمل اللي واضح إنه حيكون محط الأنظار برمضان بيشارك فيه عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، وباسل ألزارو وغيرهم. في حد من اللي حاولوا يغيروا العالم للأحسن، غيروا للأحسن. وجمهور الشباب كمان على موعد مع شخصية رمضانية مميزة قدمها محمد رمضان بكل موسم في آخر السنوات، بيكملها مع شخصية رضوان في مسلسل البرنس. لو سألنا عليه حنقوله ما نعرفش تليفون ايه، ما نعرفش حاجة عنه. صح. ورضوان الواضح انه رح يتعرض لظلم كبير من عائلته ويفوت السجن، بيشاركوا ببطولته العمل نور، روجينا واحمد زاهر. هو ده طبع الكلاب. أما الكوميديا الشبابية فعلى غير العادة، والمفاجأة أنه راح تقدمها نيلي كريم اللي عودت الجمهور بمعظم مواسم رمضان اللي قبل على البكاء والحزن والدراما والخيانة. نيلي كريم عندها تحدي آخر أنها مغيرة شكلها هذا العام. وبالفعل فهالمرة راح ترقص وتضحك مع شوية أكشن وقصة حماسية بمسلسل بميت وش إلى جانب أسر ياسين. الواد طلع تقيل قوي سكر ومصاب على ابوه. باي شجر ما تسترجل يالا كده. يعني هنشوف ماذا تقدم نيلي كريم، هي تملك الامكانيات. وفي لسه اكثر من عمل كوميدي شبابي رح ينافسوا على النجاح برمضان، مثل مسلسل رجاله البيت لاحمد فهمي واكرم حسني. مش ديمونو بومبا، لا اسمه بومبا. يعني كذات البطن. انا شحات واسمي مبروك مش الشحات مبروك. تشابك أسماء. وثنائيات كوميدية أخرى مثل حمدي المرغني ومحمد أسامة في اثنين في الصندوق. رحين فين؟ رحين نودي البيتزا قبل ما تبرد. علي ربيع ومصطفى خاطر في عمر ودياب. لا بس عربية حلوة عطمها مية مية العربية دي. يس